كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلاح أبيض اليوم سلاح أبيض باش يكون موضوعها اجتماعي، حبينا نطمنوا على الشعب، وبحكم رجعة الشتوية كما تقول فيروز نحكيوا لهنا على البرد والفازات. أما كما تعرفوا سنة معناها شتاء جا مخر، تقولش عليه صفقة عمومية معناها عملتها الدولة به. أكثر وزارة تتفجع وتخاف من الشتاء بتبيع عليه وزارة تجهيز، معناها أنت ماك تعرف كيسات حاجة تشرف. أما نحن قلنا خلنا نطمنوا على الشعب، أختانا أخوي من الدولة ومن الحكومة ومن هذاك الكل. أحنا حبينا نسأل التوانسة شنية أكثر حاجة أدى فيك في الشتاء. والحقيقة متاع ربي السؤال ذا ما فهمتش عليهش أثار استغراب العديد، وبرشا زادة يضحكوا قبل ما يجاوبوا، ولكن زادة ثم برشا الناس خافوا قبل ما يجاوبوا. بيه ربي يستر. ليلى علاش خايف انت؟ انا تعرف شنو خايفه؟ خايفه من الفازات نتاع التحيل اللي عديو فيهم الحمد لله. اما تخاف نتحايل عليك انا؟ اي ما نعرفش هكاك، خاطر الجي نمرو بيزاغ على الاخر سي بوغ سا، حتى عترو كله ما طلع لي حتى شيء. فهمت دونك بارح على بركة الله. انت متحيله ما مش للدرجه اي حيله. لكن حبينا زادة بعد ما طمناها وبعد ما طمنا الاخت اللي نحن مزهيك احكينا معاها وشنو هي اكثر حاجه تدفيها في الشتاء. انت تحب الشتاء ولا الصيف؟ نحب الصيف. باهي علاش تحب الصيف؟ خاطر فما بحار وفما جو وحوايج خفيفه. باهي واضح. دونك انت الشتاء ما تحبوش برشا هكا حسب كلامك؟ لا ما نحبوش، خاطر تمرميد وتزرزيق وصفات اللي تخرج بيه تروح بيه مرض. معناها ثم مشكله نتاع تمرميد في الشتاء تحس؟ بيان سيغ، وحتى الحوايج ما تنجمش تحرك بالكدا، مريول وكبوت وكشكول وانت ما تنسيش روحي مرتاح. معاناه معاناه. انت في الشتاء شنو هي اكثر حاجه تنجم تدفيك؟ كلاس. خاطر الكلاست كي تبدا ساقين دافية نحس البدن كله دافي. انت مثلا شنو حاجة هكا تنجم تصير في حياتك تدافيك؟ نربح هكا برشا فلوس هكا في فازة مزيك وفي التلفزة ولا كرهبة نربح. ديما نكلمكم في نيويني نو، حتى مرة ما طلبتوا شاركتوني. انت تتكلم في نيويني نو تحب تربح باش تدفع معنا؟ بيان سيغ نحب فلوس، خاطر مرة بركة ربحت 200,000 من المزيك وتصرفوا في الصنايع. ما فهمش كيفاش تصرفوا في ثنية والحاجة شنين كلاست منشفة يدولي بشتوقع دفي. وثاني حاجة نحب نسلم على ميدوكس اللي هو يدفي في الشعب كل ليلة في نيويني نو، نسلم عليه قاعد يدفي في العبد بيه لهنا. أسمع نحينا من الحاجات الشكلية، نحينا من الحاجات هكا المادية، مثلا شنية الأحاسيس اللي تنجم تدفي الإنسان؟ انت تحب الشتاء ولا تكره؟ نحب الشتاء. علاش تحب الشتاء؟ ما فيش عرق، ما نحبش السخانه، ما نحبش الجوج ما السخانه ولا العروقات. شنو هي الاحساس انت اللي تحسه تولي تدفى؟ طب اعطيني احساس يحسسك بالدفء. احساس يحسسكم بالدفء، صحلب بالشاميه. صحلب بالشاميه هيك هو في الشتاء احسن حاجه. هاي صحلب بالشماية إحساسي ده فيك، صحلب بالشماية ممتاز. هو شنية اللي صحلب؟ هو إحساس. تعرف مثلا طفلة يولي عندك مشاعر معها، شنية مشاعرك؟ صحلب بالشماية. بالضبط، أنا نحس بالصحلب بالشماية معاك. باهي نمشيو مثلا، ثم شكون هكا عنده معناها عنده هكا وجيعة في قلبه، ثم حاجة تدفيه ولكن ثم حاجة ماذا بيه أخرى تدفيها، وباش تسمع تو تفهم. معلش كنا أكثر حاجة تنجم تدفي التونسي أبار العرس اللبلاب. أبار العرس إلا بلابي، بتبيع قلوبنا مع كل عزاب في تونس والعازبات إن شاء الله غالب ميسالش. بيعطينا هكا فعل هكا معين يدفيك بخلاف اللبلابي. كي نجبد شهريتي مثلا نقبض الفلوس ندفع نقبض الفلوس ندفع. وقداش تقعد دافي في الشهر؟ ماكسيموم 10 أيام وبعد سيبيريا. ما عادش كان انا برك نحس بيه الاحساس هذا، ولا انتم اللي تسمعوا فينا تو عندكم نفس الاحساس؟ علاش ديما نحس روحي ديما ندفع وما نقبض شيء؟ مش عارف اخي المواطن تحس بنفس الاحساس مراد، تحس كيف كيف انت مع خاصه اللي عندهم صغار سلاح. انت يمكن ما زلت ان شاء الله ربي يسهلك، اما اللي عندهم صغار يحس روحه ديما يدفع وما يدخل في شيء، ما عنده شيء وقول كيفاش ما تمنين ليا انا يبدا مش فاهم روحه كيفاش. اما الحمد لله هاني دافي احساسي هو يدفي الحقيقه. انا صحلب بالشمية. نكملوا مع المواطن هذا ونسالوه شنو هي الحاجه اللي تنجم مثلا تدفي شعب كامل. تحل البرلمان. هاي شنو هي اخر عندك اختيار حد بني اخرى؟ مثلا تحل البرلمان يدفع الشعب التونسي. شنو هي اخر باش يدفع الشعب الموضوع؟ ما تقراهاش، عندي مشكله مع 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 مع, مع, مع اشخاص معينين. مي حل البرلمان وتخرج النهضه من حكم ندفع الناس الكل الغنوش. يا ربي معمول لكم من ربي، يديكم ربي يزي عطول انتريت نفوضوا له يا خويا في شهريه اللي يحبها هو يا خويا يزي خلي يزي احنا شو الكبير. الطبيعة هذا يدخل في إطار الفدلكة راهو مش إيه نفدلك مش يخرج مش يتفدلك برك سلاح تفدلكوا ماست. إي نعرف إي راهو صبيح أما سينو ما تراهو في إطار الفدلكة نجم يقول أي حد آخر زاد راهو سيراج تخوذ بخاطر الراجل مثال باش تفهم. نمشيو لأغرب زوز أجوبة. صلي على النبي نسلم على راجل مثال جارنا راهو ما تسلمش عليه.
نمشيو لاغرب زوز اجوا بالحق ما استنيناهم. مش كيسالنا العباد شنو هو اكثر حاجه تدفيك، برشا اجابات هكترا، اما الحقيقه هذه ما توقعناهاش. نبداو بالاجابه الاولى، شنو هي اكثر حاجه تجم تدفيك في الشتاء؟ كبوت. كبوت ممتاز، اكتشاف رائع انه الكبوت يدفي. باهي نمشيو مثلا شنو هي الحاجه الاخرى اللي نحنا ما نعرفوهاش وهي طلعت تدفي؟ انا هي اكثر حاجه تنجم تدفيك في الشتاء. اللخطة مثلا، ممتاز، هذا رائع جدا. المواطن التونسي زيد قول لي شوفاج ولا كانون. لا الارفريش. باهي نمشيو، الارفريش زاد يدفي صحيح. باهي نمشيو مثلا لهنا الحاجة، يمكن تو أي عبد كي تكلمه في التليفون يبدأ بحذيه شخص معين لازم يجاوبك هك. أحساس يدفيني كي تبدأ مرتي بحذيه. خويا تبارك الله تبارك الله. آه يعني روعة روعة روعة، برافو مسيو. هو توا كي تسأل ديجا تقول أكثر حاجة تدفيك، ثم رجال تونس كي دور مرت في الكهرباء يغزل لها كي وتغزل له، ردوا بالكم راه ولدكم القاعدة التالي دونك سايسوا شوية. باهي نمشيو توا الحاجات أخرى بخلاف الماكلة، الأختال، كبوت، شنو هي الحاجة اللي تنجم تحرك فيك الدم؟ حاجة تحرك الدم، مشاعر، الأحاسيس. نقصد الحب معناه. الحب، تشوف هكا عرس واحد تحبه تحرك شيك حبيتك وكل. وهذا شيء معناه يولد الدفء. هكا نورمال ما قرينا هكا. قرينا هكا، وين قريت هكا مين قبل ما قرينا ايش الحقيقة؟ بروجرام الوزارة تبدل علينا، كبرنا احنا ظهر لي الله غالب. وانا مشيو لجائزة أكثر إنسان دمه بارد وفي نفس الوقت عنده حاجات تدفيه ما عند حتى حد. مرحبا بيك. انت تحب الشتاء ولا ما تحبوش؟ أي. شنو هو الحاجه اللي تحبك في الشتاء؟ برد. اذا تحب تدفى في الشتاء شنو تعمل؟ حل شوفاج. ممتاز، بخلاف الشوفاج نلبس حوايج بالقداء، مقطنين بالقداء، نتغطى بالقداء هكا شوف ناكل لومشتي، نخرج نقرا دروسي. خويا يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. انا جوز اكثر واحد عجبني اللي هو نتاع مرتي. قال مرتي تفين نسلم عليه برشا برشا، ونسلم زادا على الأخت اللي تكلمت معانا صباح قالت لي احنا نتحايل عليها، نحب نوجه رسالة لحمزة البلومي نقسم الحديث على التحايل لعبد رتم مفجوع. جست بلاي ملاحظة، ما ترى ولا الحب يا سلاح لو حاجة باهية، ما بالعكس ما حليه تلقاهم كوبل توفي اثنين ماشيين مع بعضهم يحبوا بعضهم، معرسين وعندهم صغار ولا مش معرسين ولا مخطوبين، ما تحسوا بالدفء حاجه بيه يا سلاح. شيك تنبر على عبيد معناتها انت خاطر الاحساس انت ما تعرفوش معناتها اي جوست اللي دفى وتوا قاعدين نردوا بالكم انت تعرفوا الاحساس لا يضبب البربريز تعرفوا الاحساس احساس الدفء نعرفه هي. لا لا مش احساس الدفء، معناتها احساس انه تحب شكون وتبدا تعيش في علاقه دفء كلها دفء دفء. اي جربت يا خرجت مع شكون في الشتاء جربت الله يراه غلط اي ده ثم يحكي شنيا فما فما صار نحكي لك لا خلي في فرصة أخرى مين جي تلاقي بالرسمي تعرفوا الإحساس ولا ما تحبش نحكي على حاجات حاجات شنو هكا فيها دفء يا والله حالة طفل مريض ارفري يا شالله غالب ما... لا لا برا برا راي برا برا نتقابلوا بعد ساعة في موبايل نيوز طفل هذي شازوا البسيكياتر في آخر وقت شوف شنو المشكل ما عملتش علاقة حب حتى مرة في حياتك لا عملت هي شبيك ما مزبهل الصباح لازم نعطيك تفاصيل معناها باش تفهم لا مش تفاصيل قلت لك احساسك وصفوا لي بدفء دفء فما دفء يا والله انا اللي غلط نسال فيك انت حسيت مين بالدفء انت باش نحسك بالدفء راح نك شلبوق طرتيح على رجعي سلاح ابيض.